لعيبه كتير من اللي اتصعدت واللي بتلعب اساسي مع نادي الزمالك دلوقتي كنت انت بتشيد بيهم وتشيد بادائهم ومركز معاهم. شفت ازاي مشاركه الناشئين او يعني اللي اتصعدوا مع فريق نادي الزمالك الفيرست تيم؟ اكيد هم لعيبه مميزه جدا، عندنا محمد سيد، عمار ياسر، احمد مجدي، احمد رفاعي، ايشو، محمد عاطف لسه من اول مباراه لي او تقريبا لسه بقاله مباراتين بيبدا ياخد. اعتقد اللعيبه دي كلها ماشيه بشكل كويس جدا، محتاجين عدد مباريات كبير عشان يكتسبوا الخبرات. دايما المنافسات في الناشئين بتبقى غير الدرجه الاولى، فاعتقد ان مكسب كبير جدا لنادي الزمالك ان عدد المباريات اللي اللعيبه دي تبدا تاخدها وعدد الدقائق بيزيد، فده مكسب كبير جدا. اللعيبه عندها امكانيات عاليه قوي، لكن محتاجين لسه الخبرات ومحتاجين يتعلموا الاحتكاك القوي في بطوله الدوري. هيبقوا مكسب كبير لنادي الزمالك، هيوفر علينا يعني شراء لعيبه كتير جدا بمبالغ كبيره. اتمنى لهم التوفيق وان شاء الله يبقوا مكسب كبير لفريق نادي الزمالك في الفتره اللي جايه. مين لفت انظارك كده؟ مين شد انتباهك من الناشئين؟ انا عارفهم كلهم طبعا ولعبوا معايا بشكل كبير جدا. ايشو كان ما شاء الله بدا يستعيد جزء من المستوى اللي احنا عارفينه عنه، كان فتره بعيد شويه لسه لكن عنده بدا كتير. يرجع بالظبط. عندك محمد السيد، عمار ياسر، حازم اسامه بيلعب لعيب كبير جدا لسه ان شاء الله لما بياخد عدد دقائق هيفرق كمان بشكل كبير جدا، فباذن الله اتمنى لهم التوفيق كلهم، ودول يعني بدايه جيل جديد كمان في نادي الزمالك ان شاء الله.